يا اخوان، نحن لما نتكلم عن الفرنشايز والفرنشايزي، القاعدة الأساسية اللي منطلق منها نظام الفرنشايز قاعدة إنسانية. أنا راح أنطلق معاكم من ستيفن كوفي، لأنه حط قواعد إنسانية في الحياة تنطبق على موضوع الفرنشايز. ومن خلال هذه القواعد الإنسانية أو السيفن هابتس راح أربط الموضوع بالفرنشايز. ليش الفرنشايز يشكل نظام أساسي للنجاح؟ لأنه يرتبط بقواعد إنسانية، قواعد ثابتة، قواعد درسوها خبراء في الحياة الاجتماعية وليس في مجال الفرنشايز. الناس يدخلت هذه القواعد طبقتها في مجال التجارة ونجحت. فالفرنشايز يمشي على قواعد راح أشرح لكم إياها الحين. ستيفن كوفي، وكثير منكم يعرف، عنده كتاب The Seven Habits of Highly Effective People، الطباع السبع للناس، بما معناه للناس الناجحين أو الفعالين في المجتمع. أنا راح أمر عليهم سبعتهم، وبعدين راح أخذ مقتطفات من السبعة هذه اللي تفيدنا في موضوعنا. ستيفن كوفي بدأ بكون مبادر، أن تكون مبادر، إنسان مبادر في حياتك. ينتقل إلى begin with the end in mind، ابدأ وعينك على النهاية، تخيل النهاية قبل البداية. تبدأ أي مشروع، وهذه في المشاريع بعد تفيد، تخيل النهاية وخطط للنهاية وحط تصور للنهاية، بعدين ابدأ. لا تبدأ وأنت ما عندك فكرة لوين راح توصل. ثلاثة، put first things first. ثلاثة، ضع أولوياتك، put first things first، ضع الأمور المهمة في المقدمة. أربعة، win win، أنت تربح وأنا أربح، هاي قاعدة أساسية راح أتكلم عنها. خمسة، seek to understand in order to understood، يعني افهم الناس أساس الناس تفهمك. رقم ستة، التكامل أو السينرجايز، التكامل أساس للنمو. يعني لما أنا وأنت وثلاثة وأربعة نتجمع نشكل فريق، هذا يكون أفضل من أن الواحد يشتغل بروحه. والموضوع الأخير شاربن ذا سو، شاربن ذا سو يعني أنت جدد طاقتك، جدد طاقتك الحياتية عشان تقدر تستمر إلى عشرات السنين قدام. خلينا نتكلم عن الأساس، أساس الفرنشايز. الفرنشايز يعتمد على قاعدة أساسية تكلم عنها فرانكلين كوفي، اللي هي وين وين، أنا أربح وأنت تربح. كثير منا من خلال التوسع الذاتي، يعني أنا بتوسع بروحي بفتح محلاتي، ينظر إلى الموضوع من نظرة فردية، يعني يسمونها إنسان أناني، يبغي كل الربح له ويحاول يفتح محلاته بروحه. طبعا هذا ما يمنع، في استراتيجيات في الفرنشايز انك تفتح وتبيع محلاتك، تفتح وتبيع محلاتك، لكن في ناس لا، حتى هالاستراتيجية رفضنها، لا، ينطلق في المشروع على اساس انه هو راح يمتلك الامية والمئتين والالف محل. والانسان عنده طاقة، في ناس سووها، ما انا ما اقول هذه قاعدة، ولكن الافضل وانا اعرف في كثير من اللوادم تبغي تتوسع في مشاريعها، لكن تعرف أنه ما عندها طاقة للتوسع ولا عندها وقت للتوسع، فيوقف على مشروعه، يا أما يثبت مشروعه أو يتعب ويطلع برع المشروع. في قصص كثيرة شفناها برع وعندنا موجودة، ولكن لما نضرب مثال أمثلة بالغرب لأن سابقيننا في الموضوع هذا، فلا ضير، يعني ما في مشكلة أن احنا نتعلم من الثانيين. فكثير من المشاريع اللي او القصص اللي سمعناها ان اشخاص بدوا مشاريعهم في بيوتهم، وصلوا الى مرحله انهم يعطون في المشروع 200% ويتعبون. هذا مشروع المطاف، انسان يتعب فيفكر انه يوقف، ويستشير منه يقولون له قصه من القصص، قالوا له الحرم ما يصير يطالع موضوع الفرنشايز، وراحت توجهت لموضوع الفرنشايز. لما توجهت لموضوع الفرنشايز دخلت مع في استشارات الفرنشايز، وكونت هيكل
لمشروعها، هي مشروعها في البيت لكن ما يمنع انا داخل على الاجتماع وراجع لكم بكملكم الموضوع.